بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في المساق الجديد، مساق تحرير الصوت والفيديو رقميا. المساق بتعلق كيف نتعامل مع برنامج البريمير وبرنامج الأوديشن، وهم برنامجين تابعين لشركة أدوبي. زي ما حكينا في مساق تصميم مسرح فيديو واحد، شركة أدوبي عندها عدة برامج، منها للفيديو المونتاج، ومنها لموشن جرافيك زي برنامج الافتر افكت، ومنها لللوجوز والرسومات تعمل اليستريشن زي برنامج الاليستريتور. وفي برامج تانية كمان زي برنامج الفوتوشوب لمعالجة الصور. الآن بالنسبة لبرنامج البريمير، برنامج البريمير وظيفته إن أنا لو عندي فيديو، الفيديو اتصورته بكاميرا سواء كاميرا عادية أو كاميرا الجوال، حيكون عبارة عن فيديو حقيقي، عبارة عن بيكسلز، تمام؟ كيف بدي أتعامل مع هذا الفيديو؟ بمعنى أنا طلعت رحلة بحرية، عملت لقاء صحفي، عملت تصوير لشركة معينة منتجاتها إلى آخره. عندي المادة اللي أنا صورتها تعتبر مادة خام، بمعنى مادة غير معالجة، بدي أعملها معالجة، بأسحبها على البرنامج البريمير وبعملها المعالجة. المعالجة بتمر بمراحل كتير، منها عملية القص إلى حذف أجزاء منها، إضافة أجزاء، الكتابة عليها، إضافة التأثيرات، بحيث إنه تخرج عندنا مادة مناسبة إن أعرضها للجمهور أو أعرضها على قناة فضائية إلى آخره، تمام؟ فالبرنامج الأدوبي بريمير وظيفته إنه يقوم بعمل مونتاج للفيديوهات اللي بقوم بتصويرها سواء بكاميرا جوال أو كاميرا عادية، أو بحصل على فيديو بطريقة ما، فيديو رقمي، بعمل له عملية معالجة أو مونتاج زي ما حكينا، وليس موشن جرافيك زي برنامج تصميم زي برنامج الافتر افكت. طيب، اللي حنتعامل معاه يا جماعة هو عبارة عن برنامج الأدوبي بريمير 2020. طبعا رابط البرنامج موجود على الموديل، بإمكانك تنزله من خلال الموديل نسخة 2020، وخليكم كلكم على النسخة هذا أفضل، أساس الكتابة باللغة العربية وشغلات تانية، نكون متوافقين على نفس النسخة، تمام؟ طبعا أنا أول ما بشغل البرنامج بيطلع عندي بالواجهة اللي أنتم شايفينها. في عندي خيارين، أنا بقول لي نيو بروجكت وأوبن بروجكت. نيو بروجكت إن أنا بدي أعمل مشروع جديد من الصفر، تمام؟ يعني ما في عندي فيديو، بدي افتح المشروع واعمل اعداداته واضيف فيديو وامنتجه الى اخره، تمام؟ اوبن بروجكت انه في عندي مشروع سابق انا فعليا شغال عليه، والمشروع هذا بدي اكمل عليه شغل، تمام؟ بمعنى ان انا عندي فيديو او اكثر، مش شرط يكون فيديو، وبدي اشتغل عليه، اعاود كمان مره، يعني اشتغلت اليوم اغلقت الجهاز، ثاني يوم بعد ساعه الى اخره. خلينا احنا نفتح مشروع جديد على اساس عندنا بدي اشتغل من الصفر، نيو بروجكت بقول. طيب اوكي، الان في عندي شغلتين هان، بقول لي المشروع ايش اللي بدك تسويه انت. فرضا انا مثلا عملت فيديو لقاء تلفزيوني، او عملت فيديو مثلا خلينا نحكي مع شخصية معينة او مع شركة، او مثلا فيديو عن الصيادين، بسميه على اساس انا ما اتلخبط فيه، بمعنى انه انا كل فيديو بخزنه عندي على الجهاز لازم اعطيه اسم على اساس ارجع له، يكون عندي معرف، مش اقول لا ايش هذا واقعد اطلع فيهم فيديو ورا التاني، هيك بصير عندي مشكلة. خلينا نقول مثلا الطبيعة، يعني فيديو ايش عن الطبيعة. بقول لي اللوكيشن، وين بدك تخزن الفيديو؟ طبعا انا بكون مثلا عامل مجلد معين، المجلد هذا وليكن خلينا نقول عملناه على الدي البارتيشن دي، او عملته على سطح المكتب او وات ايفر، اي مكان على الجهاز، وبخزن فيه شغلي على اساس كل فترة ارجع له واعرف وين المكان اللي فيه. خليه مبدئيا بالشكل هذا، ممكن انت تغيره براوز تعمل، تمام، وتاخذه مثلا على سطح المكتب وتعمل مجلد، او خليت انا المجلد اللي هو الديسكتوب، واقول له سيلكت فولدر، هيو صار عندي الان الشغل وين بتخزن، على الديسكتوب على السي، وبقدر اغيره زي ما بدي. الاعدادات التانية خلوها ما في اي مشكلة، ممكن احنا نرجع لها بعد هيك احيانا، بس مش لازمة، يعني خلينا زي ما احنا، اسم المشروع او اسم الفيديو اللي بدي اشتغل عليه ومكان التخزين، بقول له اوكي، تمام يا جماعة. بتطلع عنا الواجهة زي ما انتم شايفين، واجهة البرنامج زي ما انتم شايفين عنا،
مقسمة لعدة أجزاء. لو اطلعتوا على برنامج الأفتر إفكت حتلاقوها تقريبا شبهها، لأنه الشركة شركة أدوبي تقريبا معظم الاختصارات أو واجهة البرامج اللي بتلاقوها متشابهة مع بعض. بمعنى هنا عندنا البرنامج للفيديو، تمام، برنامج الافتر افكت للموشن جرافيك للرسومات وتحريكها، فحنلاقي تقريبا الواجهه ايش نفس الاشي مشتركه. تمام، عندنا هنا في الويندو هذه اللي انتم شايفينها امبورت ميديا تو ستارت، هنا بضع فيها الفيديوهات والصور والصوت اللي بدي اشتغل عليه. مش شرط يا جماعه يكون عندي فيديو بس، ممكن انا اجيب صور نفس الاشي، تمام، واعملها مونتاج، لكن هو التركيز على الفيديو، هو فعليا برنامج للفيديو، لكن ممكن انا اجيب شغلات مساعدة زي الصور، ملفات الصوت إلى آخره. فعندنا في الإطار هان حيكون، تمام، الإطار هنا اللي انتو شايفينه هو عبارة عن الإطار اللي بضع فيه ملفات العمل من صوت وفيديو وصور، تمام، هو اللايبرري، خلينا نقول زي اللايبرري. هاي اللايبرري ممكن هان أو في الميديا براوزر أو في هان، يعني هنا تعتبر اللايبرري مكتبة اللي موجود فيها كل ملفات اللي بدي أشتغل عليهم. تمام، عندنا هنا التايم لاين يا جماعة، يعني بمعنى أي فيديو أنا بجيبه هان أو صورة، إحنا طبعا هنشتغل على فيديو زي ما قلنا، ولكن أنا ممكن أجيب صور تانية مساعدة مع الفيديو. زي إيش الصور؟ إني أجيب شعار، يعني عندي فيديو بدي أحط له شعار فوق زي شعار كلية مجتمع الأقصى، أو عندي مثلا صورت فيديو والفيديو هذا بدي أعطيه لقناة فضائية معينة، مثلا زي تلفزيون فلسطين، فضائية القدس الأقصى إلى آخره، أي فضائية طبعا ما في أي مشكلة، تمام، فبدي أحط الشعار، تمام، أو أنا كشخص بدي أحط شعار خاص فيه وسلمه لفضائية أو سلمه لناس معينين، تمام، زبائن، بدي أحط الشغل اللي مطلوب فيه، يعني ممكن يكون شعار اسمهم اسم الشركة إلى آخره، تمام، على أساس يكون اكسكلوسيف حصري لمين، للشركة أو الطرف اللي أنا بشتغل له. طبعا فوق هنا يا جماعة البروجرام الفيديو، عرض الفيديو، أنا بخلينا نقول مساحة العمل الورك سبيس أو الستيج المسرح اللي بدي أعرض فيه مين، الفيديو، تمام، ممتاز لحتى الآن. خلينا نشوف كيف بدنا نشتغل الآن. في عندي كمان قوائم موجودة هان، حنمر على جزء منها مش مهم كتير، بس حنستخدم فيها جزء. طبعا شغلنا حيكون هان وهان وهان، وعلى الإفكتات طبعا في الإفكتس حنشتغل عليها، وفي كمان عندنا بعض الشغلات البسيطة ممكن الجرافيكس والكلر إلى آخره. بمعنى الفيديو أغير لونه، فيديو مثلا أنا عندي السماء زرقاء ممكن أخليها أزرق أغمق، أفتح الطبيعة إلى آخره، أغير في الألوان. هذا طبعا كله حنأخذه إن شاء الله مع المحاضرات بالتتالي، فتابعوا معنا وركزوا أول بأول. طيب أول شغلة يا جماعة لازم يكون عندي امبورت ميديا تو ستارت. ممكن أضغط على إيديتنج، لها لو رحت على أسمبلي بتتغير الواجهة، على الكلر بتتغير، تمام، فأفضل شغلة إن أنا وين أكون، على الإيديتنج، على التحرير، انتبهوا على التحرير، تمام، يكون موجود على الإيديتنج أساس أجيب الفيديو أو الصور بدي أشتغل عليهم. بضغط دبل كليك على الويندو اللي هان، تمام، في عندي فيديوهين جاهزات، أنا جهزت لكم إياهم، ممكن أسحبهم فيديو فيديو. ناخذ مثلا الفيديو الأول، حينزل عندي هان. طيب أساس الفيديو أعرضه، شوفوا إيش بنعمل يا جماعة، أساس نعرض الفيديو بسحب وسحب، ها سحب وبضعه وين في التايم لاين، شفتوا الزائد اللي طلعت عندي، شفتوا الزائد، تمام، بقى اتركه هان. فالفيديو سحبته اجى عندي وين في التايم لاين، وممكن اعمل له عرض بعد هيك. لو شفنا هنا كيف حيكون عندي الوضع، زي ما حكينا الفيديوهات والصور بجيبهم في الويندو هان او الاطار اللي هان، والتايم لاين على اساس اعمل اشوف الوقت او المده الزمنيه تبعت الفيديو والاجزاء اللي موجوده فيه، وعندي الورك سبيس او الستيج بيعرض لي الفيديو. طيب ممتاز، لو عرضنا هيك وضغطنا على البلاي بيشتغل، او على الباك سبيس او على الباك سبيس مسطره، ما فيش اي مشكله، تمام يا جماعه. طبعا هو في صوت بس حاليا على اساس انا شابك المايك صوت مش واضح، تمام. في شغله مهمه كتير، كيف بدي اعرف انه الفيديو اللي موجود عندي هنا، ممكن انا ازغله ل 25 مثلا، ها كيف بدي اعرف انه الفيديو اللي موجود عندي هان، تمام، خليه 50 شوي نشوف كيف، تمام، كيف بدي اعرف الفيديو اللي موجود عندي هنا فيه صوت،
حنوريكو كيف. يبقى كمان مرة يا جماعة بجيب الفيديو هان وبسحبه على التايم لاين هان، وهنا بعرضه بشوفه. كيف بدي أعرف إنه في صوت أو عرفت إنه في صوت؟ لو لاحظنا لما سحبنا الفيديو هنلاقي في جزئين أو تراكين، مسارين. لاحظوا عندي هان المسار اللي فوق والمسار اللي تحت. اللي فوق يا جماعة لو شفتوا هنا V1 يعني فيديو، A1 يعني اوديو، بمعنى انه هذا الفيديو معاه صوت. هاي الصوت في الاسفل، ممكن انا افصل الصوت لقدام حنوريكم واضيف صوت جديد الى اخره، فيش اي مشكله. تمام. فعندي هنا خلينا نتعلم اول شغله، عندي التراك انا المسارات، انا المقصود في V1 يعني فيديو 1، A1 اوديو 1 يعني الفيديو هذا له صوت معاه. ممكن ارفعه لفوق انا هيك، فيش اي مشكلة. حطيته في ال V2 وهذا اجيبه في ال A2، فيش اي مشكلة عندنا. تمام. الان هم مرتبطين، لو بدي احذفهم مع بعض هيك بروحوا الاثنين مع بعض، بس انا الحين مش حذفهم. تمام. طيب ممتاز. الان نيجي شغلة مهمة كتير، الفيديو هذا يا جماعة قديش مدته؟ مش في الافتر افكت احنا تعلمنا انه لما بدي اعمل كومبوزيشن في وقت معين له، بمعنى ساعات دقائق ثواني جزء من الثانية. الفيديو هذا قد ايه مدته؟ لو رحنا هنا على الزمن اللي شايفينه فوق هنا، تمام، نضغط بوان عشان تشوفوا الزوم. هاي الوقت شايفين العداد، هاي مشى 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 عندي للآخر. قديش حسب لي؟ تقريبا 59 ثانية. تمام، يعني دقيقة. تمام. يبقى كيف بدي اعرف مدة اي فيديو عندي في البريمير؟ في عندي عداد هنا، تمام، بلاي هيد بنسميه او عداد. عندي السفرين اللي هو ساعات دقائق ثواني جزء من الثانية، هان 59 ثانية تقريبا دقيقة. تمام يا جماعة، فهذا عندي هو العداد اللي بعرف من خلاله مدة اي فيديو قديش. ممتاز. وبشغل الفيديو ببلاي من هان، فيش اي مشكلة. تمام، او ممكن المسطرة. طيب يا جماعة، الآن أنا جبت الفيديو، ممكن أجيب صورة، فيش أي مشكلة. كمان بضغط هان دبل كليك وعندي في صور جهزات أنا. هاي الصور ممكن أقول له مثلا الصورة هاد، وأقول له كمان مثلا الصورة هاد كنترول، وأقول له الصورة هاد كمان، فيش أي مشكلة عندي. وممكن كمان نجيب صورة الصورة هاد كمان أوبن، فيش اي مشكلة. بمعنى عندي ممكن اجيب فيديوهات وصور، فيش اي مشكلة. تمام، ممكن اجيب ملفات صوت برضو. تمام، ممتاز. طيب الان يا جماعة فهمنا كيف نجيب الفيديو، كيف انه فيديو 1 واوديو 1، وممكن هنا فيديو 2 اجيب كمان فيديو بصير في الاو في ال V2 مع ال A2، فيديو 3 مع ال A3، تمام، اللي هي الاوديو. وممكن كمان يا جماعة لو أنا بدي أضيف فيديو التراكات تانية مسارات، بضغط ضغطة كليك من هنا وبقول له إيش أدي تراكس، أدي تراك، وقول له أوكي تراك مثلا بسميه، حيسميه 4، أوكي هيو V4 وA4. بمعنى ممكن تضيف أنت كمان فيديو رابع هان. خلينا احنا على اللي موجود وحنشوف كيف بدها تصير معنا الأمور. طيب يا جماعة، نيجي الآن نعمل عملية إيديتينج أو تحرير للفيديو. تمام، الفيديو ممكن امسك الماوس واحرك زي هيك واقربه، فيش اي مشكله عندي. طيب لو انا الفيديو بدي اقص جزء منه، بمعنى العين مثلا الثاني 25، بدي اعمل له كات من هان. طيب ممتاز، في اكثر من طريقه. اسهل طريقه انه انا، او الطريقه العاديه التقليديه، انه انا شايفين عندي الادوات اللي هان يا جماعه الموجوده هان. في عندي انا السلكشن تول، في عندي تراك سلكشن فورورد الى اخره. في اداه هنا الرازر تول او العامله زي السكين، هذه النايف تول بنسميها. تمام، هذه النايف تول او اداه القص. تمام، لو ضغطت عليها ضغطه واجيت على الفيديو في اي جزء، طب انا بدي الجزء مثلا اللي هان الموجود فيه التراك او المسار او المؤشر، واقول له ضغطه هان عليه، صارت عمليه قص له يا جماعه. والدليل لو انا مسكت بالماوس اللي فوق وسحبت، هاي عملية قطع صارت للفيديو. شوفوا كيف صار عملية قطع. ممكن كمان اجي اعملها انا بنفس الاداة وامسكها واقول له ايش قط. تمام، صار عملية قطع تاني. تمام، واسحب لورا، هاي عملية ايش القطع.
لكن انا فعليا خلينا نعمل هاي القطع الموجود، مش هحس في عملية القطع طالما الفيديوهين جنب بعض، الا لازم ايش يا جماعة احذف جزء. مثلا انا بدي احذف الجزء هذا، الجزء تبع الشجر هذا لعندهن، تمام. فبدي اعمل عملية كات كمان مرة، بروح على الاداة رازر تول وبعمل عملية كات زي هيك، وعلى الاداة اللي فوق هاد على السلكشن تول وبعلم، يبقى بعمل كات بالرازر تول وبالسلكشن تول بعلم يعني. تمام. وايش بسوي؟ ما زال علمت هيك، بقول له ديليت من الكيبورد، هاي ديليت فيش اي مشكله. انحذف عندي مين يا جماعه؟ الجزء اللي مش لازم، تمام. هاي حذفت الجزء اللي مش لازم، لكن عمل عندي فجوه هنا او مسافه، ما بينفع هذا الكلام. لازم ايش يا جماعه؟ لازم ايش يا جماعة؟ نقربهم لبعض. واحد تقول لي كيف هعمل، حمسك الفيديو بالشكل هذا واقربه، فيش مشكلة، تمام. لكن برضو هذه الطريقة ايش؟ تقليدية، تمام. افضل اشي يا جماعة انه انا طبعا في مسافة هنا، المسافة هذه كيف ممكن انا احذفها؟ افضل اشي بروح بقول له هاي المسافة بعلمها هان، وبقول له ديليت من الكيبورد، بتلاقي الفيديوهين اجن جنب بعض، تمام. بشغل بالشكل هذا، بتصير عندي ممتاز. طيب ممكن يا جماعة الان انا اعمل اختصارات افضل لهذا الشغل، بمعنى عملية الكات عندي تصير بطريقة افضل عندي. كيف يعني؟ بدل ما اروح على اداة السكين اللي شايفينها عن الرازر تول، لا ممكن اعلم هان واقول له في من الكيبورد اختصار كنترول كي، كنترول كي. لما اروح انا اما بستخدم هنا استخدام اداة الرازر تول، او الاختصار عبارة عن كنترول او كترال كي، تمام. كثرة الكي من الكيبورد، وبعلم هان وبقول له كنترول كي عمل لي قص، كمان هنا كنترول كي عمل لي قص، وبروح بقول له الجزء هذا ايش؟ ديليت من الكيبورد للحذف، تمام. حذفت، تمام. وبعد هيك ممكن ايش اروح اقول له ديليت، بضغط على المسافة ديليت، يبقى عندي كنترول كي اختصار ريحني بعملية ايش؟ القص. طيب تمام يا جماعة، يبقى كنترول كي للقص وديليت للحذف اختصارا لأداة الرازر تول. طيب في شغلة مهمة كتير، أنا ممكن الآن أضيف صور بين الفيديوهات، تمام. طيب كيف بدنا نضيف صورة؟ يعني لو بدي أنا عملت قص، بدي أعمل إيش يا جماعة؟ بدي أضيف إيش بعد عملية القص اللي هي إيش؟ عملية إيش يا جماعة؟ صورة. بسحب الفيديو لهيك، تمام، وباجي على الصور اللي سحبتهم هان. ممكن اخذ مثلا الصورة هاد، خلينا نعلم برا ونشوف احنا معلمين صورة، مثلا ناخد الصورة هاد ونسحبها هان. هاي سحبت الصورة. طيب لو لاحظنا ان انا ضفت الصورة بين الفيديوهين اللي عملت لهم قص، تمام. لكن لو لاحظنا انه الصورة ما في لها تراك تاني، بمعنى تراك للصوت، لانه مش مضيوف لها صوت زي مين الفيديو. وممكن نقرب هذول هان، نضغط هنا هيك وديليت عشان يقربوا على بعض، تمام. طيب ممكن كمان شغلة انه انا الصورة اخليها فوق او اضيفها هنا، ما في اي مشكلة، بمعنى صار عندي الفيديوهين بالشكل هذا واجت صورة بينهم، اي 25%، تمام. ممكن انا اخلي مدة الصورة اقل من هيك، بمسك التراك تاع الصورة وباجي على الحفة هنا على الجنب، تمام، بيطلع عندي شكل شايفينه يا جماعة، بسحب فيه بالماوس لهيك لجوه شوي وبضغط هان، بقول له ديليت، بقربن على بعض، بصير مدة ايش؟ ظهور الصورة أقل. شوفوا كيف، تمام. ممكن كمان أعمل كات تان وأضيف صورة تانية، لو أجيت على الرازر تول او كنترول كي فيش اي مشكلة، كنترول كي، واقول له مثلا صورة تانية ولتكن الصورة هاد، تمام.
أي صار عندي صورة ثانية بين الفيديوهين، تمام، وبسحب هذا لجوا شوي هيك، وهذه المسافة بعلم وبقول له ديليت، مسافة فاضية طبعا هي، بعلم هان وبقول له ديليت، أو بقرب الفيديو هان، فيش أي مشكلة عندنا. تمام، وبقى أشغل. تمام يا جماعة، طيب يعني هنا ضفنا عندنا أكثر من صورة بين الفيديوهات. طيب تمام ممتاز، ممكن أنا ما أضيفش الصورة يا جماعة مع المسار نفسه تاع الفيديو، أضيفها فوق زي كأني بدي أعملها شعار، بس الأفضل تكون الصورة إيش يا جماعة؟ بي إن جي، مظبوط ولا لا؟ الأفضل تكون إيش؟ بي إن جي، على اساس ما تظهر الخلفيه تاعتها. ناخذ الصوره هذه مثلا، بدل ما نجيبها هنا في المنتصف ممكن نجيبها فوق في تراك تاني، فصارت الصوره وين يا جماعه؟ في في 2 ملهاش اوديو، فصارت في في 2 ملهاش اوديو. تمام، هاي الصوره مغطيه على كل المشهد، ممكن اكبرها زي هيك، طبعا هي بالوضع حاض اول المشهد، واسحب زي هيك، بعد هيك حيظهر باقي مين؟ الفيديو. لكن لو انا سحبت الصوره بالشكل هذا حتغطى على مين؟ على كل الفيديو. تمام، طب انا كيف بدي اظهرها في زاوية من زوايا الفيديو وكأنها شعار؟ يبقى احنا بدنا نتعامل مع ايش يا جماعة؟ مع صور عبارة عن شعارات او خلفية، او تكون شعار في زاوية الكورنر تبعت الفيديو، ولكن ايش يا جماعة؟ بي ان جي بدون ايش؟ خلفية. فبضغط عليها ضغطين هنا الصورة تتعلم يا جماعة، يبقى بضغط عليها دبل كليك، هلاقيها تعلمت بنقاط، بحدود نقاط حدودية. تمام، بسحب، طبعا في انكور بوينت عندي هان، وتعلمنا قصة الانكور بوينت، هي الانكور بوينت شايفينها باللون الازرق هي. تمام يا جماعة، طيب الانكور بوينت بخليها موجودة، فيش اي مشكلة، دائما تكون في المنتصف افضل شيء، وبسحب على الجانب زي هيك الصورة، طبعا الافضل انها الصورة ايش تكون عندي؟ شعار مثلا، او صورة تكون عندي طبعا شعار مع بي ان جي، تكون بحطها في الزاوية هان وكان شعار فضائية، وبشغل. شفتوا كيف الصورة ظهرت في الفيديو؟ ممتاز، نشغل ونشوف كيف الوضع. هاي الصورة عندي، طبعا هنا الصورة بدها تكون ايش يا جماعة؟ مفرغة، يعني في المرات القادمة ان شاء الله خلال الفيديوهات اللي جاية حنضع الصورة بي ان جي، بمعنى صورة بدون خلفية. تمام، زي مثلا شعار كلية مجتمع الاقصى، شعار فضائية، شعار حصري لك، الى اخره. طيب ممتاز، طبعا احنا في عندنا مواقع هنتعامل معها تساعدنا في ان نحصل على فيديوهات بدرجة وضوح عالية، وصور كمان هنشتغل عليها ان شاء الله خلال اللقاء الوجاهي في الكلية اللي هنناقش فيه المحاضرة هاي طبعا، وكيف تحصل على هذه الصور. ممتاز، الان يا جماعة في كمان شغلة مهمة كتير، كيف انا الفيديو بدي اعمل له زوم ان وزوم اوت؟ بمعنى تعلمنا في تصميم مؤثرات فيديو واحد في الافتر افكت كيف التايم لاين اتحكم فيه بين ثواني وبين فريمات، وقلنا عن طريق الاهرامات او الشكل الهرمي اللي بيكون موجود هنا، صح ولا لا؟ طيب احنا كيف انا الاطار هان او التايم لاين بدي اتحكم فيه، امد المده تاعته او اقللها؟ شايفين فوق اللي تحت الشريط هذا بيعمل لي زوم اوت زوم ان، تمام، زوم اوت زوم ان، ايش معناه؟ انه انا بقرب الشغل او بعرض اكبر كمية ممكنة من اللي انا مستخدمه هان عندي. خليني هدول برضه اجيبهم لهنا شوية هيك، فيش اي مشكلة، وهاد لهيك شوي. تمام، بقرب وبصغر على اساس اشوف انا كيف الشغل عندي والتاثيرات الافكس والترانزيشنز اللي مستخدمه. طيب ممتاز، ممكن باختصار من الكيبورد اضغط على الزائد والناقص، مش يا جماعه النم باد، الزائد والناقص اللي في النم باد غلط، النم باد اللي هي خلينا نقول الكالكوليتور او الجزء اللي فيه الارقام
اللي موجود فيه الهوم والاند الى اخره، اللي بنسميه النمبات احنا، تمام؟ لا، بدي اضغط على الزائد والناقص الموجود في اللوحه الكبيره بشكل عام، فبضغط على الزائد او الناقص، بعمل لي زوم اوت وزوم ان. يبقى عندنا كمان اختصار مهم، ناقص او زائد شيفت زائد يعمل عملية توسيع، خلينا نقول، وتصغير لشريط الوقت الموجود عليه الفيديو والصور، أو الفيديوهات والصور، مش مشكلة، تمام يا جماعة؟ اللي هو هن، يبقى أنا بزائد وناقص بتحكم فيه، بكبره وبصغره، او من هان بزائد او من هان زوم ان زوم اوت بتحكم فيه، ما في اي مشكله. طيب يا جماعه، ممتاز. احيانا يا جماعه بكون عندنا الفيديو بالشكل هذا، شايفين كيف انه في الاطار اللي فوق او الهامش اللي فوق، خلينا نقول المارجن، تمام، او البادنج اللي فوق اسود، واحيانا بكون ممكن هيك انت تكبر، ما في اي مشكله، صحيح، بس احيانا بكون بالشكل هذا او جزء منه هيك ظاهر او جزء مختفي، كيف بدي اتعامل معه؟ نيجي لحاجه مهمه كتير، اللي هو يا جماعه الافكتس، الافكت كنترولز. طبعا هذه المحاضره اللي بفهمها كل الامور اللي بعدك هتكون معاه سهل كتير، وفيش اي مشاكل، وبتكون اموره ايش، تمام، لأن هي اللي بنبني عليها كل الشغل المتقدم بعدك، لأنه خلال المحاضرات إن شاء الله هناخد عملية فيديو كامل، وهنعمل مشروع ونضيف تأثيرات متقدمة، ونضيف فيه حاجة اسمها الكول أوت، ونضيف حاجة فيها اسمها، طبعا أنتم بإمكانكم ترجعوا للتوصيف على الموديل، واللور ثيرد والاهتزاز في الفيديو نتخلص منه، واستقرار الصورة، شغلات احترافية كثير حتكون موجودة، والماسك والكاميرا تراكينج، وحذف جزء من الفيديو، وعملية الزوم ان زوم اوت على جزئية معينة بالفيديو، وضع فيديو جوا نص الى اخره، يعني هتكون شغلات احترافية داخل الفيديو او داخل ايش المساق، فبتكون تركزوا فيها. طيب الان في عندي حاجة اسمها يا جماعة الكنترول افكتس، لو ما كانتش ظاهرة عندك، كان تيجي شايفين السهمين اللي على الجنب، لو كانت مختفية بالشكل هذا هيدن، باجي على السهم اللي هان، السهمين، وبضغط على الافكت كنترولز، هذه مهم كتير عندنا، تمام يا جماعة؟ اي افكتس بضغط عليها وهان دبل كليك، تمام، تظهر عندي بالشكل هذا. طيب هذه يا جماعة الافكت كنترولز هتلاقيها في الشغل معنا احنا، او هنستخدمها بشكل كبير في الشغل اللي جاي، تمام؟ ليش؟ لانه هنتحكم فيها في الفيديو من ناحية حركته، ومن ناحية حجمه، ومن ناحية الروتيشن، زي برنامج بالضبط الافتر افكت، ولكن على الفيديو. لو لاحظنا هان هنلاقي فيها البوزيشن والسكيل والاوبوسيت، الشفافية والروتيشن، هذه الشغلات كلها اخذناها في برنامج الافتر افكت او تصميم مؤثرات فيديو واحد. فهذه الشغلات هنعملها او هنطبقها على الفيديو والصور. هان طبعا كيف هنستخدمها؟ هنستخدمها في الاطار هان او في التايم لاين الخاص فيها. طيب نيجي هان، لو انا عندي الفيديو بالشكل هذا زي ما حكينا، في عندي حدود سودة فوق وتحت، كيف ممكن اتخلص منها؟ بقى بسيطة، شفتوا السكيل، باجي بكبر الفيديو بالحجم هذا، هيك ممكن اتخلص منها. واحد حيقول لي راح الشكل او كذا، لا مش حيروح، بنرتبه، يعني ما في اي مشكلة، تمام يا جماعة؟ طيب هذا ليش ما تم تنفيذه؟ نفس الاشي، لانه انا في عامل كت للفيديو هنا، فما تطبقش التأثير عليه، فبضغط عليه هان، بروح بقول له سكيل برضو بنفس الاشي هان، شفتوا كيف يا جماعة؟ تخلص من الحدود او من الشكل الاسود اللي موجود فيه. احيانا ها، خلينا نقول نرجعه زي ما كان شوي هيك، وممكن زي هيك، تمام، وبضغط
بقدر أتحكم فيه في السكيل. أحيانا بكون الفيديو عندي ماشي كامل، فيش أي مشكلة، وممكن أحيانا قد يكون الفيديو بالشكل هذا يا جماعة، بمعنى أنا صورته بشكل مائل أو في مشكلة، بس عندي ظاهر مين، شايفين كيف الجزء الأسود من الفيديو، بدي أعدل هذه الجزئية بسيطة. كيف بنعدلها؟ بنروح على الروتيشن وبنلف الفيديو بالشكل هذا، أحصل على الصورة الصحيحة. يبقى أنا عندي البوزيشن والسكيل والروتيشن، أحيانا ممكن يكون الفيديو بالشكل هذا، تمام، بمعنى جزء أسود منه، هل ممكن أعمل له سكيل أو أقول له بوزيشن؟ مفيش أي مشكلة، هذا طيب بالشكل هذا تمام، وبحصل على الفيديو بشكل صحيح. تمام، يبقى عندي في الإفكت كنترولز البوزيشن والسكيل والروتيشن، بتحكم في الفيديو من ناحية الدوران والسكيل والتحريك. طبعا أنا لسه ما استخدمتهم، مش في هستخدمهم في شغلات كتير، إن أنا هستخدمهم ككلوك، هضغط هان وهان وأقعد، وحيطلع عندي أنكور بوينت طبعا، هان لو ضغطت هان عفوا، وهذه نفس الشيء لغيتهم وضغطت هان وهان، شفتوا كيف الانكور بوينت للحركه، ممكن يعني اعمل له ازاحه وتكبير، هذا حنستخدمه في تمارين تانية ان شاء الله تعالى. طيب تمام يا جماعه، ممكن الاوبوسيت تتحكم فيها، الحين حنشوفها كيف في فيديو تاني. طيب ممتاز، طيب يا جماعه الان لو بدي اضيف فيديو تاني، انا ضفت صورة بدي اضيف كمان فيديو تاني، خلينا احنا اي فيديو اللي ضفناه 1 minute of nature، طيب متأكد من هنا، اوكي مش مشكلة، خلينا نضغط دبل كليك كان ونضيف الفيديو التاني، فيديو 1 minute of nature، ناخذ الفيديو الثاني اوكي، 1 دي الفيديو الثاني تمام، ناخذ الفيديو نسحبه هان، فيش اي مشكله، شفتوا يا جماعه صار عندي الفيديو يشمله في في 3 واوديو 3. طبعا انا ممكن على اساس اعرض ورا الفيديو الثاني هان مباشره، فيش اي مشكله عندنا، وبحطه في الاطار اللي هان وبسحبه لورا، وهذا بجيبه هان على اساس ايش الترتيب، ونسحبه هيك، او ايش قلنا الزائد والناقص تمام. باي عندي فيديو عملت عمليه الكات واضفت صور داخله، وهي كمان عندنا الفيديو الثاني يا جماعه. الفيديو الثاني ممكن انا الجزء هذا لعند هان بديش اياه، زي ما حكينا على اداه الكات، او من عند هان بقول له كنترول كي تمام، وبضغط هان بقول له ديليت، وهذه المسافه ايش بعمل فيها، ممكن اول شيء قبل ما احذف فهذا ايش اعمل، اقرب هذا لهان، وهذه المسافه ايش اعمل فيها، ديليت، فاجى الفيديو وراه مباشره تمام. يبقى احنا اليوم نعمل عمليات اساسيه على الفيديو، ما بين قطع وتركيب اكثر من فيديو والصور، وصولا الى عمليات المونتاج الكبير اللي حنسويها تمام يا جماعه. ممتاز، وعلى اساس نفهم البرنامج بشكل افضل. طيب احيانا انا فرضا بدي الفيديو هذا اعمل له عمليه اخفاء تمام، شايفين العين هنا الاي، ممكن اضغط عليها زي هيك واعمل له عمليه اخفاء، شفتوا كيف. طيب الفيديو اللي هنا برضو كمان ممكن اعمل له عمليه اخفاء. طب ليش ما اختفت الصوره؟ لانه الصوره هاي الاطار تاعها ممكن اخفيها من اللي فوق، هي شفنا، يعني بمعنى انه انا عندي المشهد مليان شغل وصور وفيديوهات، خايف يصير عندي مشكله وتزاحم في الملفات، فبقدر اعمل عمليه التحكم عليها زي ما بدي، فيش اي مشكله تمام. طبعا انا نفس الشغله اللي موجوده في برنامج الافتر افكت، فيش اي مشكله. طيب احيانا بخاف وانا بشتغل احذف شغله معينه، مثلا هاي الصوره بدي خايف احذفها، فشايفين القفل اللي هان، بضغط هيك طلع صار فيها، لا بقدر يعني كل الاطار اللي هان او التايم لاين ما بقدر اعمل عليه اشي، شايفين القفله، خفت العين والفيديو كل شغله هان
عمل عليها إشارة مائلة وكأنه بيقول لي هذه خلاص غير قابلة للتعديل، ما تقرب عليها اشتغل. يعني أنا ما أقدرش أحذفها وما بصير عندي مشكلة نهائيا. وهذا نفس الإشي وهذا نفس الإشي، بمعنى إن أنا كل هذه الشغلة قفلتها بعرضها. فيش مشكلة، بتنعرض عندي طبيعي، فيش أي مشكلة. تمام، تاني فيش أي مشكلة. تمام، بنعرض عندي فيش أي مشكلة، لكن إن أعدل عليها ما بقدر غير لما أفكش القفلة. طبعا هذا بحمي لي الشغل لما يكون عندي فيديو ضخم وبشتغل عليه. طيب ممتاز يا جماعة. الآن زي ما حكينا ممكن كمان نضيف مسار أو تراك رابع وخامس. بضغط كليك باليمين واقول له ادي تراكس، اوكي، هاي في 4 واي 3، يعني بيجي عندي خط للفيديو وخط للصوت. تمام، ممتاز. طيب يا جماعة بدي اعمل كات لمين؟ للجزء اللي وراهن في الفيديو، شايفين؟ اعلم هان وبقول له كنترول كي وديليت. ممتاز. طيب يا جماعة في كمان خاصية الأوفرلي بدي أشتغل عليها، بمعنى فيديو داخل فيديو. لو أنا عندي الفيديوهين هدول وجبت الفيديو هذا هان هيك مع الفيديو اللي هان وسحبته لهيك عشان نقصير الفيديو، ممكن نسحب هاد لهان وهاد لهان، مش أي مشكلة. شايفين كيف السحب؟ أوكي، وأكبر هان مش أي مشكلة، وأسحبها زي هيك لو اختفى عندك مش أي مشكلة. طيب الآن يا جماعة ايش اللي صار عندي؟ في عندي هنا فيديو، وهيو موجود عندي ام بي 4، شايفين اختصار. وفي عندي هنا صورة بيعطيني البرنامج جي بي جي، وفي عندي فيديو هنا. تمام، وفي عندي صوت هان، فالبرنامج مباشرة بيعطيني كل اشي بوضح لي. الان في عندي فيديو، الفيديو اللي فوق هنا يا جماعة عبارة عن ليارات صارت الاشي عندي زي برنامج الفوتوشوب، لاير فوق لاير. يعني بمعنى الفيديو الجديد غطى على مين؟ على الفيديو اللي تحتيه، والصور كمان والملفات الصوت، وانا مش شايفهم نهائيا. وهذا ايش مسبب لي مشكلة. كيف ممكن اظهر الفيديو؟ كيف ممكن اظهره؟ بروح بضغط عليه، هاي الفيديو هان هو ضغطتين بتعلم. تمام، وبروح بزغره زي هيك، ماشي، ظهر هيك كفيديو ان انا صغرته مفيش اي مشكلة عندي. لكن انا بدي اعمل له اوفرلي في عملية التداخل، بمعنى فيديو داخل فيديو بنسميه، او خاصية ايش نسميها، التداخل، اللي انا اعمل له شفافية. تمام، على اساس الفيديو هذا يبين اللي في الخلفية اغمق من الفيديو ايش اللي موجهني. كيف بدي اعمل هذا الكلام؟ على الافكت كنترولز، نرجع لها كمان مرة، بعلم على الفيديو زي ما حكينا طبعا، وزي ما قلنا البوزيشن بحرك والسكيل بكبر، وعرفنا لايش مستخدم، لمعالجة الفيديو من ناحية الزوايا السوداء الهوامش الى اخره. طبعا هذا الكلام حناخده ان شاء الله بشكل مفصل في عملية التحريك، لكن انتوا الان كمحاضرة اولى لازم نفهم الشغلات. الاوفر ليه يا جماعة؟ كيف بعمله؟ بالاوبوسيتي. الاوبوسيتي اللي هي الشفافية، لو رحت على 100 وضغطت هي خففت، شفتوا كيف؟ ممكن اكبر الفيديو من هان، فصار فيديو داخل فيديو. شوفوا كيف، هاي فيديو وهاي كمان فيديو ورا. تمام، عملية تداخل عملت بينهم. ممكن كمان اقلل الشفافية انا شويها، شفتوا كيف الفيديوهين صاروا مع بعض؟ ممكن كمان اقللها شويها. تمام يا جماعة، كأني عملت علامة مائية فيديو مع فيديو. تمام، شوفوا كيف صار تداخل مع بعض الفيديوهين. هاي بقلل الشفافية. تمام، خلينا نعمل وين، نقلل الشفافية شوي كمان، وحيكون عندي ايش، اوفرلي فيديو مع فيديو. تمام، طبعا ممكن اضغط على الفيديو هان وازغره شوي كمان، واجيبه وين، في الزاوية هان، فيش اي مشكلة عندي، واكبر هاد لخمسين، ونسحبه وين، بالايد اللي موجودة هان، هاي الايد شايفينها، نسحب لهيك. طبعا على اساس نسحب كله مع بعضه ونشغل، شوف الفيديو اللي هان يا جماعة، خاصية التداخل صارت الاوفرلي.
تمام. نشوف هيك كمان فيش اي مشكلة. طبعا ممكن انا ما اخليهوش يعني للاخر، ممكن ايش اجي على السليكشن تول واقول له خليه على قد هان مثلا، مش للاخر، ما حتلاقوه وين هان. ممكن اعود اضغط عليه ضغطين هان، واذا زي ما بدي فيش اي مشكلة. طبعا بقى اشوف الفيديو من هان بعلمه، واضغط ضغطين عليه وبقول له، ممكن اقول له تكبير برضه نفس الاشي، اخليه بالشكل هذا على اساس نشوفه كمشهد كامل، اكبره واقول له زي هيك واخليه على الاخر، فصار اوفرلي تداخل فيديو مع فيديو يا جماعة. تمام، خلينا نشغله، وممكن اقول له الاوبوسيتي شوي تعليها ونشغل. شفتوا اكثر من فيديو مع بعض، شايفين كيف؟ انا بنسميه عملية الاوفر ليه، صارت اكثر من فيديو مع بعض. تمام يا جماعة، يعطيكم العافية لعند الجزء الاول من المحاضرة الاولى، ان شاء الله حنكمل في الجزء الثاني وناخذ مواضيع تانية ان شاء الله تعالى.